روتينك الرياضي في رمضان؟ في رمضان؟ ماشي كاميرا مان ده شكل كيرشي تقول لي روتينك الرياضي في رمضان. لا رمضان ولا بره رمضان. الشمس اللي منوره الدنيا دي. اهلا بيكم في الحلقه الرابعه من رمضان ايت. انا لسه معاكم رغده صلاح، والنهارده هنتكلم عن الرياضه في رمضان. انت مش بس تقدر تخس في رمضان، انت كمان ممكن تعمل فورمه، وانا النهارده هقول لك هتعمل كده ازاي. لو عايز تلعب رياضه في رمضان في كذا حاجه لازم تكون عارفها. اول حاجه انك تختار الوقت المناسب للتمرين. في عوامل لازم تكون حاططها في اعتبارك وانت بتختار الوقت ده، زي نسبه الطاقه اللي في جسمك، الارهاق اللي ممكن يجي لك من التمرين، والعطش اللي ممكن بعد كده يوصل لجفاف. في 3 اوبشنز حلوين قوي تتمرن فيهم، اما قبل الفطار او بعد الفطار او ما بين الفطار والسحور. روح للحلقه اللي فاتت علشان تعرف الاوقات دي وتعرف ايه الحلو والوحش في كل وقت فيه. تاني حاجه، ركز في الاستمراريه. التمرين في رمضان مش الهدف بتاعه خالص انك تجيب اخرك في التمرين او تحطم ارقامك القياسيه، بالعكس الهدف انك تستمر وانك تتمرن بطريقه روتينيه، حتى لو ده هيخليك تقلل مده التمرين او شدته. ولو متعود على كميات ميه وخضار وفاكهه معينه، دبل بقى كل ده في رمضان. نسبه الميه القليله في الجسم هتخليك تتعب اسرع، وكمان تحسسك بتقل التمرين ويجيلك كرامبات كتير وانت بتتمرن. ارجع للحلقه الاولى عشان تعرف ازاي تعوض كميه الميه اللي بتخسرها في الصيام. خلي تركيزك في رمضان على السترينث تريننج اكتر من الكارديو ورك اوت، لان ده هيقلل نسبه الماسلز اللي بتخسرها في الصيام. واحسن وقت تتمرن التمرين ده هو قبل الفطار، ولو حبيت تتمرن بعد الفطار الاحسن انك تاكل وجبه خفيفه جدا وتروح تتمرن، بعد كده ترجع تكمل وجبتك الاساسيه. على قد ما هو مهم انك تستمر في تمرينك، على قد ما مهم انك تسمع جسمك وتشوف هو محتاج ايه. يعني لو حسيت انك تعبان ومش قادر تتمرن كل يوم، عدل روتينك وزود ايام الراحه. ابعد خالص عن الاكل المملح والسبايسي والاكل المحمر والمشروبات الغازيه والكافيين. كل ده مش بس هيتخنك، هو كمان هيخليك تعطش تاني يوم وانت صايم، وهيضايقك جدا ويتعبك وانت بتتمرن. بلاش تتمرن ساعات طويله، ابدا اول كام يوم في رمضان تتمرن نص ساعه، وبعد كده لما تتعود على الصيام وعلى الرياضه في رمضان ممكن تزود مده تمرينك لساعه كامله. خليك فاكر ان مش انت لوحدك اللي بتلعب رياضه في رمضان، الرياضيين المحترفين بيلعبوا ويتمرنوا وكمان بيخشوا ماتشات ودوري في رمضان. وفي يوم 28 ابريل 2021 كان اول مره ماتش في الدوري الانجليزي يقف على ما اللعيبه المسلمين يفطروا علشان كانوا صايمين في رمضان ويرجع يكمل تاني. لو انت مش بتلعب رياضه وتشجعت من الفيديو ده وعايز تبتدي، خليني اقول لك حاجات سهله وبسيطه ممكن تبدا بيها في رمضان. اول حاجه اليوجا، سهله جدا وبسيطه وممكن تبدا بحاجه للبيجنرز، هتساعدك انك تحرك جسمك وتستمتع وكمان تتامل. تاني حاجه الفيلاتس، بشكل عام هتساعدك انك تظبط شكل جسمك من غير فرهده، كل اللي انت محتاجه مات مريحه وانت كده جاهز. تالت حاجه الجري، على قد ما الجري هيبقى متعب شويه وكمان هيعطشك جدا، بس بسهوله تقدر تتحكم في سرعتك وكمان في اوقات راحتك. اما بقى لو بتكسل تنزل الجيم وهتتلكك بالموضوع ده، خليني اقولك ان في ابلكيشنز تقدر تساعدك انك تتمرن في البيت بسهوله جدا، زي الكوتش، فيت اون، وديلي ورك اوت هوم ترينر. كمان في شانلز كتير على اليوتيوب ممكن تبدا بيها. ولو عايز حاجه تشجعك اكتر على الرياضه ممكن تسمع البودكاست دي، تريند اللي شركه نايك بتعمله، مايند بامب، رو فيتنس تروث، وفاست انف رمضان رانينج، وده بقى بالذات بيتكلم عن الرياضه والجري في رمضان. تعالوا نروح ونسال الناس ايه هو الروتين الرياضي بتاعهم في رمضان. لنا ايه روتينك الرياضي في رمضان؟ في رمضان ده شكل كرش تقولي له روتينك الرياضي في رمضان. والله بتمشى من البيت للعربيه. او ماي جاد، لا يا جماعه هنا ساسكت قليل، هنا ساسكت قليل، هنا ساسكت قليل احتراما. روتين رياضي رائع، ايه رايك؟ طب بره رمضان؟ لا بركز على بيجو البيت، ما بتمشيش. بتمرن قبل الفطار بساعة 45 دقيقة، بغسل وشي بقى في الربع ساعة دي واروح بس. مثلا 20 minutes أو 30 minutes cardio، وبعدين بعمل بقى أي تمرينة بتاعتي عادي، بس بعملها بقى من غير ويت خالص، عشان قبل الفطار بيبقى مفيش energy خالص، مفيش أي حاجة ممكن تعمليها. فلو عملتي بقى شلتي ويت هتموتي أو مش هتكملي تمرين تاني يوم. بس ممكن بعد الفطار بقى عشان هيبقى فيه انرجي وكلتي وخدت سكريات والحاجات دي كلها اتمرن تاني بالليل، بس ده ما بيحصلش اكشلي. بتمرن قبل الفطار بس. اه
روتيني الرياضي في رمضان، انا بفطر واقعد ساعتين كده وانزل الجيم. بتعمل ايه بقى في الجيم؟ بتعمل ايه في الفطار؟ يعني ادينا شويه تفاصيل كده. مش بفطر مثلا شوربه وسلطه وحاجه مثلا صغيره بس، وبقى عشان اقدر انزل الجيم بعديها، وبعد كده بقى بكمل فطاري لما ارجع. طب وبره رمضان بتعمل ايه او ايه روتينك بره رمضان؟ بره رمضان بفطر عادي، بروح الشغل، اتغدى، انزل الجيم، بس كده خلاص. ما بعملش رياضه في رمضان. طب يعني اضحك عليا، يعني شايفني داخله بحماس اضحك عليا. لسه والله لسه بفكر اروح الجيم يعني، بس بعد الفطار بقى ان شاء الله كده. قبل الفطار طبعا ما فيش اي حاجه، لا استحاله. طب بره رمضان ايه روتينك الرياضي؟ لا اجري كده كل يوم نص ساعه. طب ما هتجري في رمضان ان شاء الله؟ توعدنا يعني؟ لا ما وعدكوش. رياضي جيت على الجرح. رياضي جيت على الجرح. جيت على الجرح بس مش رياضي، شغل البيت. طب ده رياضة اهو، مجهود اهو، بتمشى في المول. شفت؟ أقصى حاجة بعملها. طب بره رمضان يا سيدي قول لنا ايه روتينك بره رمضان؟ بتمشى في المول برضه. لا ده روتين ثابت بره جوه؟ بره وجوه، لا مفيش أكتر من كده. قولي لي ايه روتينك الرياضي في رمضان؟ أنا نسيت السؤال. مفيش خالص، زيرو. لا رمضان ولا بره رمضان. السؤال الجاي طب بره رمضان؟ لا ما فيش خالص unfortunately. لا هو يعني الاكل بعتبره روتين عشان هو بتهضمي بتاكلي فبتتحركي فبتعملي. اه ده ذاتس ا روتين. ما فيش خالص nothing. I walk that's something. لا 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 المفروض تتحسب. ما فيش خالص خالص. مفيش خالص اي رياضه كده تعدي بس في يومك اتنين عقله كده اول وانا صاحي بس، هو اخر اتنين عقله. اتنين عقله واحده ضغط. دي عشان خاطرنا يعني. بالظبط كده. طب بعد الفطار ما تحاولش تعمل اي حاجه؟ لا ده بعد الفطار بقى يا دوبك الواحد بيقيل له شويه. والله كان في خطط ان انا اعمل روتين رياضي بس مع اول يوم عزومه ضربت. قولي لنا الخطط. هو انا دلوقتي بعمل يعني بعمل دايت، ينفع يمشي؟ يمشي يعني بحاول ان انا يعني اشرب شوربه وما اشربش يعني اتجنب موضوع العصاير والصودا ده على الفطار، باكل طبق سلطه، ابتدي يعني بالحاجات دي الاول، بعد كده بكون خلاص يعني شبعت شويه ابتدي بقى على البروتين والمراحل بقى ما بعد. ما اقولكوش على ما بعد. بس يعني بضعف في النص اكيد وبحل يعني، بس مش مشكله، بحاول ان انا ابوش الكنترول. الروتين الرياضي اول ما الاذان بيأذن باكل شوفان وموز وتمر، اروح الجيم وارجع اكل بقى بعدها. برافو. لا بجد برافو والله، ده اجابه نموذجيه. ايه ده؟ لا ده فعلا مش لا يعني هي ما شاء الله برنامج. ولد يا ولد قول الحقيقه. لا حقيقه. عايش عايش برافو عليك. طب وبره رمضان بتعمل ايه؟ بره رمضان نفس الموضوع بس بيبقى فيه بقى افطار واكل وكده، بس هو عشان لما بفطر الصراحه بروح الجيم ما بعرفش امشي في الجيم الزحمه، فلازم الحق كده بسرعه والله كرياضه انا في ولا رمضان قبل رمضان بعمل رياضه يعني، بس عامل دايت بس خلاص يعني. مفيش رياضه يعني عشان الشغل فمش عارف يعني. طب عايز طيب يوجا مثلا؟ لا مش للدرجه يعني. مش للدرجه يعني ما كبرش الموضوع. بالنسبه انا نظامي قبل رمضان زي نظامي في اثناء رمضان، انا مش على نظام الصيام الانقطاعي. تمام. الفرق بس ان الصيام الانقطاعي قبل رمضان هو صيام غير جاف، ورمضان بيبقى صيام جاف فبيبقى اصعب شويه، فبيعتمد ان انت بتصوم عدد معين من الساعات متواصل وبتعتمد بس على السوائل. مفيش روتين خالص، بس I try في بعض الاحيان لما كنت بتحمس قوي قوي بقى بحس الاقي نفسي ابتديت انزل بقى في رمضان وكده ان انا كومبلمنتد بمشي حلو فبعد الفطار، بس this is not regular يعني، بالذات مع الحر اليومين دول صعب جدا، بس قبل كده لما كان الجو بيبقى احسن شويه ببقى بمشي شويه بعد الفطار، بس this is it. وستريتشنج يعني استرتشين ده على طول اي دو ستريتشز. ف بس مش بره رمضان وجوه رمضان يعني بحاول يعني اون اند اوف اليوغا. لا مش حل. ماشيه بس رجلي هو ماشي. روتيني الرياضي في رمضان انام لغايه الساعه 1 الظهر كويس كده حلو، وبعد الفطار اروح الجيم حلو. بتعمل ايه بقى في الجيم؟ بروح باخد تمرين وبروح مرتين في الاسبوع او ثلاث مرات. طب روتينك في رمضان كرياضه مختلف عن روتينك عادي؟ طبعا. ايه مختلف ايه؟ الايام العاديه ممكن اروح كل يوم او اروح يوم ويوم، في رمضان ممكن مره او مرتين في الاسبوع. جميل جدا يعني. شكرا.
كده الحلقه بتاعتنا خلصت، يا رب تكون عجبتكم. مستنيينكم تعملوا لنا لايك وفولو وكومنت وشير وكل حاجه، وكمان تستنوا بقيه حلقاتنا لباقي رمضان.